وأما أنت فمتى صليت فأدخل إلى مخدعك وأغلق بابك. ما أحلى ساعة الصلاة لما أقف قدام الله، لا أشعر بأحد سوى. ما أحلى ساعة الصلاة. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا وحفظنا وقبلنا إليه وأشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأل أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرات الناس الأشرار وقيام الأعداء الخفيين والظاهرين. انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا، أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحيات والعقارب وكل قوة العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والإكرام والعزة والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور. آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثلي كثرة رأفتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي تطهرني، لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب متى حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وبالخطية ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذ أوضحت لي غوامض حكمتك ومستوراتها. تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المنسحقة. اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي. لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي ثبتني، فأعلم الأثم طرقك والمنافقون إليك يرجعون. نجني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتي فيخبر فمي بتسبيحك،
لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، ولكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منسحق، القلب المنكسر والمتواضع لا يرذله الله. أنام يا رب بمسرتك على صهيون، ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح البر قربانا ومحرقات، ويقربون على مذبحك العجول. هللويا. هلما نسجد، هلما نسأل المسيح إلهنا، هلما نسجد، هلما نطلب من المسيح ملكنا، هلما نسجد، هلما نتضرع إلى المسيح مخلصنا. يا ربنا يسوع المسيح كلمة الله إلهنا، بشفاعة القديسة مريم وجميع قديسيك احفظنا ولنبدأ بدءا حسنا، ارحمنا كإرادتك إلى الأبد. الليل عبر نشكرك يا رب، ونسأل أن تحفظنا في هذا يوم غير خطيئة وانقذنا. من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل أفسس، بركاته علينا أمين. أسألكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم إليها، بكل تواضع القلب والوداع وطول الأناة، محتملين بعضكم بعضا في المحبة، مسرعين إلى حفظ وحدانية الروح برباط الصلح الكامل، لكي تكونوا جسدا واحدا وروحا واحدا، كما دعيتم إلى رجاء دعوتكم الواحد، رب واحد، إيمان واحد، معمودية واحدة. واحد هو الله أبو كل أحد، واحد هو أيضا ابنه يسوع المسيح الكلمة، الذي تجسد ومات وقام من بين الأموات في اليوم الثالث وأقامنا معه. واحد هو الروح القدس المعزي، الواحد بأقنومه منبثق من الآب، يطهر كل البرية، يعلمنا أن نسجد للثالوث القدوس بلاهوت واحد وطبيعة واحدة، نسبحه ونباركه إلى الأبد. آمين. تسبحة وصلاة باكر النهار المبارك أقدمها للمسيح ملكي وإلهي، وأرجو أن يغفر لي خطاياي من تراتيل مزامير أبينا داود النبي والملك، بركاته علينا أمين. إليك يا رب رفعت نفسي، يا إلهي عليك توكلت، فلا تخزني إلى الأبد ولا تشمت بأعدائي، لأن جميع الذين ينتظرونك لا يخزون، ليخزى الذين يصنعون الإثم باطلا. اظهر لي يا رب طرقك وعلمني سبلك، اهديني إلى عدلك وعلمني، لأنك أنت هو الله مخلصي، وإياك انتظرت النهار كله. أذكر يا رب رأفتك ومراحمك، لأنها ثابتة منذ الأزل، خطايا شبابي وجهلي لا تذكر، كرحمتك أذكرني أنت من أجل خلاصك يا رب. الرب صالح ومستقيم، لذلك يرشد الذين يخطئون في الطريق، يهدي الودعاء في الحكم، يعلم الودعاء طرقه، جميع طرق الرب رحمة وحق لحافظ عهده وشهاداته. من أجل اسمك يا رب اغفر لي خطيئتي، لأنها كثيرة، من هو الإنسان الخائف الرب يرشده في الطريق التي ارتضاها، نفسه في الخيرات تثبت ونسله يرث الأرض. الرب عز لخائفيه، واسم الرب لأتقيائه، ولهم يعلن عهده، عيناي تنظران إلى الرب في كل حين، لأنه يخرج من الفخ رجليا. انظر إلي وارحمني، لأني ابن وحيد وفقير أنا، أحزان قلبي قد كثرت، اخرجني من شدائدي. انظر إلى ذلي وتعبي واغفر لي جميع خطاياي، انظر إلى أعدائي فإنهم قد كثروا وأبغضوني ظلما، احفظ نفسي ونجني لا أخزى، لأني عليك توكلت. الذين لا شر فيهم والمستقيمون لسقوا بي، لأني انتظرتك يا رب،
يا الله انقذ إسرائيل من جميع شدائده. هللويا. ذوق ساسيوس يوسمون فصل شريف من جيل معلمنا مار يوحنا البشير والتلميذ الطاهر بركاته علينا أمين. في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. هذا كان في البدء عند الله، كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس، والنور أضاء في الظلمة والظلمة لم تدركه. كان إنسان مرسل من الله اسمه يوحنا، هذا جاء للشهادة ليشهد للنور ليؤمن الكل بواسطته. لم يكن هو النور بل ليشهد للنور، كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آتيا إلى العالم. كان في العالم وكون العالم به ولم يعرفه العالم، إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله. وأما الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أبناء الله، الذين يؤمنون باسمه. الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل، لكن من الله ولدوا. والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مثل مجد ابن وحيد لأبيه مملوءا نعمة وحقا. يوحنا شهد له وصرخ قائلا: هذا هو الذي قلت عنه، إن الذي يأتي بعدي كان قبلي، حقا كان أقدم مني، ونحن جميعا أخذنا من امتلائه، ونعمة عوضا عن نعمة، لأن الناموس بموسى أعطي، أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صارا. والمجد لله دائما أبديا آمين. ليكمل قول الله بسلام: نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. أيها النور الحقيقي الذي يضيء لكل إنسان آتي إلى العالم، أتيت إلى العالم بمحبتك للبشر، وكل الخليقة تهللت بمجيئك. خلصت آبانا آدم من الغواية، وعتقت أمنا حواء من طلقات الموت، أعطيتنا روح البنوة، فلنسبحك ونباركك قائلين: ذوق سباتريك أيوك أجيوم نغماتي. عندما دخل إلينا وقت الصباح أيها المسيح إلهنا النور الحقيقي، فلتشرق فينا الحواس المضيئة والأفكار النورانية، ولا تغطينا ظلمة الآلام، لكي نسبحك عقليا مع داود قائلين: سبقت عيناي وقت السحر لأتلو في جميع أقوالك. اسمع أصواتنا كعظيم رحمتك، ونجنا أيها الرب إلهنا بتحننك. كينين كأيك استوسي أوناستوني أونون آمي. أنت هي أم النور المكرمة من مشارق الشمس إلى مغاربها، يقدمون لك تمجيدات يا والدة الإله السماء الثانية، لأنك أنت هي الزهرة النيرة غير المتغيرة والأم الباقي عذراء، لأن الآب اختارك والروح القدس ظل لك والابن تنازل وتجسد منك. فاسألي أن يعطي الخلاص للعالم الذي خلقه وأن ينجيه من التجارب، ولنسبحه تسبيحا جديدا ونباركه الآن وكل أوان وإلى الأبد أمين. فلنسبح مع الملائكة قائلين:
المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. نسبحك نباركك نخدمك نسجد لك نعترف لك ننطق بمجدك نشكرك من أجل عظم مجدك. أيها الرب المالك على السماوات الله الآب ضابط الكل والرب الابن الواحد الوحيد يسوع المسيح والروح القدس. أيها الرب الإله حمل الله ابن الآب رافع خطية العالم ارحمنا. يا حامل خطية العالم اقبلت الباطنة إليك. أيها الجالس عن يمين أبيه ارحمنا. أنت وحدك القدوس أنت وحدك العالي يا رب يسوع المسيح والروح القدس مجدا لله الآب أمين. أباركك كل يوم وأسبح اسمك القدوس إلى الأبد وإلى أبد الأبد آمين. منذ الليل روحي تبكر إليك يا إلهي لأن أوامرك هي نور على الأرض. كنت أتلو في طرقك لأنك صرت لي معينا. باكرا يا رب تسمع صوتي بالغداة أقف أمامك وتراني. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي ولد من العذراء ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام من الأموات وصعد إلى السماوات ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا آثامنا يا رب اغفر لنا زلاتنا يا رب افتقد مرضى شعبك اشفهم من أجل اسمك القدوس. أباؤنا وإخوتنا الذين رقدوا يا رب نيح نفوسهم. يا من هو بلا خطية يا رب ارحمنا. يا من بلا خطية يا رب أعنا واقبل طلباتنا إليك لأن لك المجد والعزة والتقديس المثلث. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بشكر. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. السلام لك نسألك أيتها القديسة الممتلئة مجدا العذراء كل حين والدة الإله أم المسيح. اصعدي صلواتنا إلى ابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام للتي ولدت لنا النور الحقيقي المسيح إلهنا العذراء القديسة. اسألي الرب عنا ليصنع رحمة مع نفوسنا ويغفر لنا خطايانا. أيتها العذراء مريم والدة الإله القديسة الشفيعة الأمينة لجنس البشرية اشفعي فينا أمام المسيح الذي ولدته لكي ينعم علينا بغفران خطايانا. السلام لك أيتها العذراء الملكة الحقيقية السلام لفخر جنسنا ولدتي لنا عمانوئيل. نسألك اذكرينا أيتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا. نعظمك يا أم النور الحقيقي ونمجدك أيتها العذراء القديسة والدة الإله لأنك ولدت لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح فخر الرسل إكليل الشهداء تهليل الصديقين ثبات الكنائس غفران الخطايا. نبشر بالثالوث القدوس لاهوت واحد نسجد له ونمجده. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك آمين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء
وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء، تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وقبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لملك انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتي. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا، امين. كيريا ليسون كيريا ليسون يا رب ارحم، كيريا ليسون كيريا ليسون ارحمنا يا الله، كيريا ليسون كيريا ليسون اسمعنا وارحمنا، كيريا ليسون كيريا ليسون يا رب ارحم، كيريا ليسون كيريا ليسون ارحمنا يا الله، كيريا ليسون كيريا ليسون اسمعنا وارحمنا، كيريا ليسون كيريا ليسون يا رب ارحم، كيريا ليسون كيريا ليسون ارحمنا يا الله، كيريا ليسون كيريا ليسون اسمعنا وارحمنا، كيريا ليسون كيريا ليسون يا رب ارحم، كيريا ليسون كيريا ليسون ارحمنا يا الله، كيريا ليسون كيريا ليسون اسمعنا وارحمنا، كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا لا قدوس قدوس رب الصباؤوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا كرحمتك يا رب وليس كخطايا. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بشكر. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين. أيها الرب إله القوات الكائن قبل الدهور والدائم إلى الأبد،
الذي خلق الشمس لضياء النهار والليل راحة لكل البشر، نشكرك يا ملك الدهور لأنك أجزتنا هذا الليل بسلام وأتيت بنا إلى مبدأ النهار. من أجل هذا نسألك يا ملكنا ملك الدهور ليشرق لنا نور وجهك وليضيء علينا نور علمك الإلهي. اجعلنا يا سيدنا أن نكون بني النور وبني النهار لكي نجوز هذا اليوم ببر وطهارة وتدبير حسن، لنكمل بقية أيام حياتنا بلا عثرة بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد يسوع المسيح وموهبة روحك القدوس الآن وكل أوان وإلى الأبد آمين. أيها الباعث النور فينطلق المشرق شمس على الأبرار والأشرار، الذي صنع النور الذي ضيء على المسكونة، أنر يا رب عقولنا وقلوبنا وأفهامنا يا سيد الكل. هب لنا في هذا اليوم الحاضر أن نرضيك فيه، واحرسنا من كل شيء رديء ومن كل خطية ومن كل قوة مضادة بالمسيح يسوع ربنا، هذا الذي أنت مبارك معه ومع الروح القدس المحيي والمساوي لك الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وفي كل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، واغفر خطايانا، نجنا من كل حزن رديء ووجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجدك غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. السلام للسرافين والأرباب والأرباب.
قلب بالأمين السلام من اعترف بالرب أمام صلاتي. السلام لكل صفوف الشهداء الأبرار الذين سفكوا دمهم واحتملوا السيف والنار. السلام لمن بنطونيوس أب لكل السلام لمن اقتدر في العمل والقول. السلام للأنبروس حبيب المسيح. السلام لمن عاش بعيداً.